قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ارتسامتي على هذا اللقاء المبارك والملتقى الثامن الذي استدعانا إليه شيخنا أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي وفقه الله عز وجل، والذي لا يتأخر ولا يئل جهدا حفظه الله عز وجل ومتعبه في أن يحيط أبناء هذه الدعوة المباركة السلفية بالعناية، فيدعوهم لهذه المؤتمرات والملتقيات لشحذ همامهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك لنصحهم ولم شملهم وتوطيد العلاقة بينهم وتقوية أخوتهم الإيمانية، وكذلك حفظه الله عز وجل يغتنم هذه المجالس في طرح مواضيع مهمة يكون لها علاقة بالواقع الملموس والمعاش، وكذلك يعالج قضايا قد يغفل بعض أهل العلم عليها، وبعض طلاب العلم يحتاجون إلى نصح الناس في هذا الباب وبيان مثل هذه المواضيع لهم، ويشجع أيضا شيخنا بارك الله فيه على التطرق إلى هذه المواضيع ونشرها بين عامة المسلمين حتى يقوم الناس بواجب البيان ويؤدوا الوظيفة التي أنيطت بهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونصح المسلمين. ويعني هذا الملتقى المبارك إن لم يكن فيه إلا مصافحة وجوه الإخوان والالتقاء بعيون الدعاة وطلبة العلم المترامين في أنحاء هذا البلد المبارك لكفى بذلك نعمة وشرفا. وختاما أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمر شيخنا وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يديم علينا هذا الخير وأن يجمع شمل الأمة على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.